جودة أفضل لمكالمات الفيديو بفضل الذكاء الصناعي. تقنية جديدة تجعل مكالمات الفيديو أقل تكلفة للمطورين وأكثر سلاسة للمستخدمين، وذلك باستخدام الذكاء الصناعي. فما هي هذه التقنية؟ إنفيديا ماكسين هي عبارة عن منصة صممت لتخدم مطوري برامج مكالمات الفيديو عن طريق تقديم ميزات يدعمها الذكاء الصناعي. تبشر هذه التقنية بمكالمات فيديو أفضل مما هي عليه، إذ إنها تتمتع بمميزات غير مسبوقة، وذلك بواسطة استخدام وحدة معالجة الرسوميات GPUS المستخدمة بهذه التقنية. إذ إن وحدة معالجة الرسوميات GPUS هي عبارة عن دائرة إلكترونية تعتمد على معالجة الذاكرة والبيانات لزيادة سعة بناء الصورة وعرضها على الشاشة. ما المزايا والتقنيات التي جعلت هذه التقنية لافتة إلى هذا الحد؟ Face Reanimation. بالاستفادة من بحث حديث عن الذكاء الصناعي، تحدد هذه التقنية نقاط الوجه الرئيسية للشخص في مكالمة الفيديو، ومن ثم تعيد استخدام هذه النقاط لإعادة عرض وجه الشخص على الجانب الآخر من المكالمة، وذلك بواسطة الشبكة التنفسية التوليدية GANS، وهي عبارة عن شبكة عصبونية قادرة على التعلم من مجموعة من البيانات المستخدمة للتدريب وتوليد بيانات جديدة بنفس خصائص بيانات التدريب. كما يمكن استخدام هذه النقاط الرئيسية لإعادة محاذاة الوجه، مما يمكنها من تدوير الوجوه، حيث يبدو المستخدمون يواجهون بعضهم بعضاً في أثناء المكالمة وجهاً لوجه. كما تصحح النظارات لتعزيز التواصل البصري. كذلك تمكن هذه التقنية المطورين من إضافة خيار اختياري الأفاتارز، والتي تتحرك عن طريق أصواتهم وانفعالاتهم في الزمن الحقيقي. تأثيرات الصوت والفيديو. تستطيع هذه التقنية المعتمدة على الذكاء الصناعي توفير دقة فائقة وتحويل جودة منخفضة لمكالمات الفيديو إلى فيديوهات عالية الدقة في الزمن الحقيقي، وهذا ما يساعد على خفض النطاق الترددي. يمكن للمطورين إضافة ميزات لفلترة الضوضاء الخلفية الشائعة وتثبيت تتبع الكاميرا على وجه المستخدم، مما يجعل المحادثة أكثر جاذبية. قدم الذكاء الصناعي مزايا للمحادثات أيضاً. يمكن للتطبيقات المعتمدة على هذه التقنية استخدام NVIDIA Jarvis، وهو إطار عمل للذكاء الصناعي في المحادثة سريع التطور باستخدام أحدث النماذج المحسنة للعمل في الزمن الحقيقي. يمكن لمطوري البرامج دمج المساعدين الافتراضيين لكتابة الملاحظات والإجابة على الأسئلة بأصوات تشبه صوت الإنسان. تقليل النطاق الترددي للفيديو. باستخدام تقنية ضغط الفيديو التي يستخدمها الذكاء الصناعي، يمكن للمطورين تقليل استخدام النطاق الترددي إلى عشر قيمته اللازمة تبعاً لمعيار ضغط الفيديو H264، مما يؤدي إلى خفض التكاليف للمطورين والمستخدمين، مما يجعل محادثات الفيديو أكثر سهولة وسلاسة، ويجعل المستخدمين يتمتعون بمزيد من الخدمات التي يقدمها الذكاء الصناعي مع تدفق بيانات أقل على الأجهزة اللوحية والهواتف الخاصة وأجهزة الكمبيوتر. فما رأيكم بهذه التقنية وكيف يمكن أن تؤثر في مدى استخدامنا لمكالمات الفيديو؟